والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم القوم قرحا
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر وسيجزي الله الشاكرين
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا لكي لا تحزنوا
والله خبير بما تعملون. ثم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بهم
ولقد عفى الله عنهم إن ف
والله بصير.